منتخب عمان الأولمبي. لا يسجل إنجازات نفس منتخب الناشئين على صعيد الآسيوية. الناشئين بالنسبة لمنتخب عمان حل بالمرتبة الثالثة في بطولة الاتحاد الآسيوي تحت 17 سنة عام 94. عام 95 فاز بالمركز الرابع في بطولة العالم. وعام 96 فاز ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي للناشئين تحت 17 سنة. عام 2000 أيضا كرر الإنجاز. هذه الكرة ملعوبة، الله، ثلاثة ثلاثة. أمان يونس، أمان، أمان ربي، أمان، أمان يونس، أمان، أمان ربي، أمان. وعمان في أمان بهدف، أمان عمان بأمان للكوارتا فاينل بهدف أمان. والهدف الثالث ينهي المسألة ويحسم الأمور وينهي المباراة. هدف الانتصار، الهدف الثالث، خلاص الهدف الثالث. ابن الوز عواب وأمان ولد يونس أمان، نجم ولد نجم بالرأس، يحسم الموقع. هونغ كونغ يقتال الخنجر العماني بثلاثية. وشحلة من حلاوة عمان، إلا حلاوة عمان.